لنريهم ماذا نفعل يا عزيزتي. لا، كم قد تسوء الأمور. أخرجني من هنا. ماذا حل بباتمو الشجاع؟ باتمو لا يريد أن يسحق. لم أصنع لهذا. حسناً، تريد أن نسرع؟ فلنسرع. لم تباليا بالذرة؟ إذن ما رأيكما ببعض الجزر؟ إن لم تواجهها، دوس عليها. بازلاء، جزر، ما التالي؟ كرنب وملفوف؟ لما تكلمت؟ هل من أفكار مو؟ أنا آسف، مو مرعوب جداً الآن. اتركوا رسالة بعد الصرخة. حسناً، اهدأ. أردت مرافقة الليلة، أتذكر؟ أسحب كلامي، على الأقل الكهف آمن. أنا لا أنتبه إلى هنا، أنا لست بطلاً. أوه. لا أريد أن أكون سلطة. لا بأس يا مو، أصمد فقط. أنا لا أقوى على النظر بالكاد. فيما كنت أفكر، إن هذا العمل محفوف بالمخاطر. سأعود إلى الكهف. ابقى مركزاً يا مو، يحتاج بام إليك. يحتاج إلي؟ لا يمكنني القتال، أنا بلا فائدة. إن الأمر لا يتعلق بالقتال يا مو، بل بمساعدة الناس، وأنت تساعد الباتويلز كل يوم. أجل، أنت تقوم بإصلاحنا وتطويرنا. ليس عليك أن تقاتل لتكون بطلاً، أنت بطل فعلاً. أجل، أظنني كذلك. مهلاً لحظة، تطوير. أجل، إن قاطع الليزر معي. مهلاً لحظة، لباتمو فكرة رائعة. على مهل، يمكن كذلك. جاهز بام، هيا فلنقطع ونفرم الخضار. كيو 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 تشغيل بات ليزر. هذه خضاري. نجحنا. أحسنت يا مو. واو، لا لن تفعل الآن. اسحقي هي سكواش. صح. سنقتلع النبتة من جذورها، إنها الطريقة الوحيدة. أوصلني إلى ذلك المخلب. صح. مو، كدو، انتهي. انتهيت. بام، خذني إلى الجذور. أجل، ألا تريد المزيد؟ صح. الجميع يعرف كم أن الخضار مفيدة. صح. صح. هذا مدهش. لا، حديقة الجميلة. شيء واحد لا أحبه أكثر من النباتات اليابسة. بات. أحسنت عملاً باتمو. شكرا.